الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مع سلسلة خطوة بخطوة الجزء السادس الباب السادس سينيالي إنديكاسيوني الإشارات الإرشادية. النهاردة معنا إشارتين اتنين زي العادة بالظبط، إشارتين اتنين فيهم أوجه تشابه. الإشارة الأولانية كونفينا ديستاتو تتراب بايزي ديوني أوروبية، والسينيال الثاني برافيزو دي كونفينا ديستاتو تتراب بايزي ديوني أوروبية. طيب معناتها إيه الكلام ده؟ الإشارة الأولى حدود دولة أو حدود بين دول الاتحاد الأوروبي، حدود بين دولة ودولة، الدولتين الاثنين بينتمم أو أعضاء في الاتحاد الأوروبي. يبقى كونفينا دي ستاتو ترابايزي دي يوني أوروبية، والإشارة الثانية إعلام برافيزو بيعلمك إن أنت دلوقتي قدام منك قوم كيلو متر في عندي لافتة إضافية أو بانيل إنتجراتيفي تحت العشرة بالظبط هي بيقول لي إن فيه كيلو متر بتفصلك عن الحدود بين دولة ودولة بتنتمي طبعا أو أعضاء في الاتحاد الأوروبي. برافيزو لكون فينا دي ستاتو ترابيزي دي يوني أوروبية، هنا عندي حدود إيطاليا وهنا حدود فرنسا، الاثنين أعضاء في الاتحاد الأوروبي. نشوف بقى مع بعضنا كده إشارة إشارة والإشارتين الاثنين بيقولوا ايه بالظبط. اول اشاره معانا هي كونفينا دي ستاتو بايزي ديوني اوروبية، حدود بين دول الاتحاد الاوروبي، عايزه تقول لي ايه؟ انديكا كونفينا دي ستاتو كون اونا بايزي ديوني اوروبية نون شي ديفي فيرماري. طبعا هنا الميزه اللي بتميز هنا ان حدود الدول الاوروبيه بعضها وبعض نون شي ديفي فيرماري، نون سي ديفي فيرماري يعني هنا الوقوف مش مفروض عليك، يبقى هنا لا تفرض الإشارة الوقوف عند حدود الدولة، الدولة إيه؟ اللي هي الدول اللي هي أمبايزي ديوني أوروبية، حدود دولة مع دولة أخرى تنتمي للاتحاد الأوروبي، يعني عايز يقول لي إن هنا الإشارة بتقول وجود حدود إيطاليا مع دول أو دولة بتنتمي للاتحاد الأوروبي، وطبعا لا تفرض الوقوف، نركز على كلمة نون شي ديفي فيرماري، لا تفرض الإشارة الوقوف عند حدود الدول اللي هي أعضاء في الاتحاد الأوروبي. الإشارة الثانية فرنسا اللي هي إيه؟ طبعا هنا عندي اللوحة هي فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي عندي تحت منها لافتة إضافية اللي هي اون كيلو متر، يبقى هنا عندي بيو أفانتي، يعني هنا عندي تشي الكونفينا دي ستاتو كون اون بايزي كونفينا أوروبية، اون بايزي يوني أوروبية، في عندي حدود أو في عندي اقتراب من حدود دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي. المسافة اللي بتفصلنا بين الدولة والدولة هي 1 كيلومتر، يبقى المسافة اللي هي 1 كيلومتر المسافة التي تفصل الحدود أو تفصلنا عن الحدود، يعني بعد كيلومتر سنتواجد أو هنبقى موجودين داخل حدود دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي اللي هي فرنسا أو فرنسا. يبقى هنا الإشارة بتتواجد على الطرق التي تؤدي إلى الحدود مع دول تنتمي للاتحاد الأوروبي، وطبعا الإشارة لا تفرض الوقوف للمراقبة الجمركية عند الحدود نون ديفي فيرماري. يبقى نشوف مع بعضنا كده بقى الأسئلة اللي ممكن تجيلي على الجزئيتين الاثنين دولت، وإزاي هنطبق الكلام ده بصيغة عملية على الأسئلة. نشوف مع بعضنا كده أول سؤال بيقول لي إيه. السؤال الأولاني السينيال رفجاراتو إنديكا الكونفينا دي ستاتو كون أم بايزي كيفا بارتي دلوين أوروبية، تعلم الإشارة الممثلة عن حدود مع دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي. أهي إيطاليا دولة، وفي عندي النجوم دي كلها اللي هي دول الاتحاد الأوروبي، هقول له فيرو. السينيال رفجاراتو ستروفا الكونفينا دي ستاتو كون أم بايزي ديوني أوروبية، تتواجد الإشارة الممثلة على الحدود مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل المثال عندي هنا إيطاليا، يبقى هقوله فيرو. السينيال رفجاراتو إنديكا الكونفينا ترا إيطاليا يوني ستاتو ممبرو ديوني أوروبية،
هنا برضو عايز يقول ان الاشاره الممثله بتعلم عن حدود دوله او حدود ايطاليا مع دوله عضو ممبر دليون اوروبيه عضو في الاتحاد الاوروبي. اقول له برضو هنا ايه بيرو السينيال رافيجاراتو نون نوبليج ارستارسي الكونفينا ديستاتو لا تفرض اللي هنا الاشاره لا تفرض الوقوف عند حدود الدوله. طبعا هنا ما فيش نون ديفي فيرماري اقول له فيرو السينيال رافيجاراتو اي بوستو ديترو الفيكولي بير انديكاري لا ناسيونال دي كوا ستاتو الماتركولاتو. هنا برضو عايز يقول الإشارة بتتواجد خلف العربة، يبقى هنا بوستو ديترو الفيكولي على طول بنقول له فالسو، الإشارة بتتواجد خلف العربة لتحديد الدولة التي سجلت فيها أو التي سجلت فيها، طبعا هنا برضو هتبقى فالسو. عايز يقول إن الإشارة ديت تحط خلف العربية عشان تعرفك الدولة ديت مصنوع العربية ديت مصنوعة فين، طبعا الإجابة هتبقى فالسو على طول. السينيال فيجاراتو برافيزو ان بوستو دي بلوكو دي الارجونا دي بلوسية ان فيتشنانسا دي كونفينا دي ستاتو برضو البلوكو دي الارجونا دي بلوسية او كمين الشرطة او دورية الشرطة طبعا الاجابة هتبقى فالس الاشارة الممثلة تعلم عن دورية لاجهزة الشرطة قرب حدود الدولة فالسو السينيال فيجاراتو اي بوستو ديترو الفيكولي برضه هنا بوستو ديترو الفيكولي بيرنديكاري كي بو شو الكوراري سولو ان اون ستاتو دي اوروبيه طبعا برضه هتبقى فالسو الاشاره الممثله بتتواجد خلف العربه لتحديد الدوله التي يمكن لها السير على طرقها طبعا الاجابه هتبقى برضه فالسو السينيال الفيجاراتو اوبليك دي ارستارسي اوبليك دي ارستارسي على طول بنقول له فالسو اوبليك دي ارستارسي الفرونتاري كون اون ستاتو ديون اوروبيه هنا الاشاره بتقول او بتفرض الاشاره الوقوف عند حدود دوله تنتمي للاتحاد الاوروبي الاجابه فالسو لان هنا نون ديفي فيرمارس يبقى فالسو السينيال فيجاراتو برافيزو الاوبليك دي ارستارسي برضو الاوبليك دي ارستارسي بير الكنترول دوغانالي ان تراندو لايطاليا يبقى هنا برضه هقول له فالسو لان هنا الاشاره لا تفرض الوقوف يبقى هنا تعلم الاشاره عن ضروره الوقوف للمراقبه الجمركيه عند الدخول الى ايطاليا فالسو هنا الاتحاد الاوروبي نون ديفي فيرمارسي فالسو السينيال رفيجاراتو برافيزي كونفينا دي ستاتو كون اون بايزي كي فا بارت دي يوني اوروبية تعلم الإشارة عن حدود مع دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي فيرو السينيال رفيجاراتو برافيزو دلا ديستانسا دي كونفينا كون اون ستاتو كي فا بارت دي يوني اوروبية هنا برضو ديستانسا المسافة هيت بيقول ان الإشارة بتتواجد او تعلم عن المسافة التي تفصلنا عن الحدود مع دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي برضه هقول له فيرو عندي هنا الأم كيلو ده اللي هي الدستانس المسافة السينيال رفيجاراتو نون اوبليجو ارستارسي بير كنترول دوغانالي كونفينا دي ستاتو نون اوبليجو يعني هنا برضه لا تفرض الإشارة الممثلة الوقوف الجمركي عند الحدود بقول له برضه فيرو السينيال الفيجاراتو اي بوستو ديترو الفيكولو طالما بوستو ديترو الفيكولو ده على طول اي سؤال فيه كلمه بوستو ديترو الفيكولو بتقول له فالسو يبقى بوستو ديترو الفيكولو برينديكاري لا ناسيوناليتا اقول له فالسو هنا بيقول ان الاشاره بتتواجد خلف العربيه للاشاره الى ناسيوناليتا اللي هي البلد بتاعها طبعا هقول له فالسو سينيال الفيجاراتو اي بوستو ديترو الفيكولو برضه اهي per indicare che esso appartiene di una cittadino di Unione Europea برضو بنقول هنا ان الإشارة بتتواجد خلف العربة طالما بتتواجد خلف العربة بقول فالس على طول ليه للإشارة انها ملك لمواطن احدى دول الاتحاد الاوروبي فالسو السينيال رفيجاراتو الاوبليج ارستارسي بير الكنترول دوغانالي دلينجراسو ديل تيراتوريو دي اونا بايزي اوروبية يبقى تيريتوريو ديونا بايزي أوروبية عايز يقول هنا أن الإشارة بتفرض الوقوف للمراقبة الجمركية عند مدخل دول أوروبية طبعا هنا فالسو الأوبلي أرستارسي هنا نون ديفي فيرمارسي يبقى فالسو سينيال فيجاراتو برافيزو أوبلي دي أرستار دي أرستو دي الفرنطاري يكون أون ستاتو ديونا أوروبية الإشارة الممثلة بتعلم عن ضرورة الوقوف عند الحدود مع دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي بقول له برضو فالسو
السينيال فيجاراتو ستروفا انفيتشينانسا دو ان بوست دو بلوكو، تتواجد الاشاره الممثله كورب دوريه اقوله فالسو. يبقى هنا الاشارتين الاثنين عباره عن الاولى كونفينا دي ستاتو ترابيزي دي يونيو اوروبيه، حدود بين دول تنتمي للاتحاد الاوروبي او عضو في الاتحاد الاوروبي، والاشاره الثانيه نفسها بالظبط بس معاها هنا بانيل انتجراتيف اللي هي الديستانسا اون كيلومتر برافيزو دي كونفينا دي ستاتو ترابيزي دي يونيو اوروبيه. الاشارتين الاثنين نون ديفي فور مارسل، لا تفرض الوقوف باي حال من الاحوال للمربى الجمركيه مع اي دوله من الدول اللي بتنتمي للاتحاد الاوروبي. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى ألقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله.